الخط الصدري يختلف عن التيار الصدري، الخط العقائدي يختلف عن الخط السياسي. خطي لهذه اللحظة اللي قاعد بها أنا ومنبرك، أنا مقلد إلى سماحة السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية محمد صادق الصدر رضوان الله عليه لحد هاي اللحظة، وأبقى إلى مماتي أنا مقلد إلى آل الصدر الكرام. بالنسبة إلى العمل السياسي أو العمل الاقتصادي أو أي عمل آخر عسكري، أنا لا أنتمي إلى التيار الصدري لا من قريب ولا من بعيد، من 2008 لحد هذا يومنا. طيب اختلفتوا؟ لا أنا انسحبت. طيب انسحبت لعدة أسباب. أنا صار عندي إخواني شهداء، أنا انصبت، الاحتلال أصابني أكثر من إصابة، وإصابة كبيرة جدا حقيقة اللي لا تسمح لي بعد المقاومة أصلا، وعندي أيتام أكثر من 24 يتيم عندي بالبيت. طيب. يعني أخواني وأولادي أخواتي، فهذا ما يسمح لي أنا، هذا عندي جهاد أكبر أفضل من هذا الجهاد. حقيقة بعد إصابتي البالغة ما حد وقف لي. عجيب. أي يعني ما حد وقف حتى بعمليتي، وقف لي أحد الإخوان السنة، ها أوجه له كل الاحترام والتقدير، وهو يقول لي من أموت يا الله تذكرني، فما أقدر أذكره الآن. هو معروف يعني؟ معروف، رجل أعمال عراقي معروف محترم. طيب. أخذني سفرني من هنا إلى لبنان وسوالي العملية ورجعني أمشي على رجلي الحمد لله، لأن أنا 8 فقرات بظهر مرفوعات. طيب. زين، فهذا اللي تقول صباح بين السنة والشيعة، هذا السني الشريف وهذا الشيعي المجاهد اللي نقذ حياته ونقذ حياة عائلته حقيقة. نعم. فهذا اللي أنا أتكلم به.